بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن التحكم بالمسار، روت كنترول. التحكم بالمسار، ويطلق عليه باللغة الإنجليزية عندنا أكثر من مصطلح، عندنا روت كنترول، عندنا الباث كنترول، وعندنا الروت سيلكشن. جهاز الراوتر والذي يقوم بعملية توجيه البيانات كوظيفة رئيسية، ويعتمد في عملية توجيه البيانات على إعدادات التوجيه، سواء كانت يدوية أو من خلال بروتوكول من بروتوكولات التوجيه. بروتوكولات التوجيه كما نعلم لها قواعد تتبع، طبعا كل بروتوكول توجيه له قواعده حسب الخوارزمية التابع لها كل بروتوكول توجيه، مما تجعل كل بروتوكول يملك طريقة تقليدية في عملية تحديد المسار الأفضل، مثل بروتوكول الريب يعتمد على اختيار المسار صاحب أقل عدد راوترات الـ OSPF، يقوم باختيار أفضل مسار، وذلك يكون أن المسار يكون صاحب أقل قيمة cost والناتج عن أسرع مسار. الـ ERGB بيختار أفضل مسار عن طريق الباندويث بالإضافة إلى الديلي. كذلك هناك قواعد يطبقها الراوتر فيما يتعلق ببروتوكولات وإعدادات التوجيه، مثل أن الشبكات التي تنتمي إلى بروتوكولات التوجيه المختلفة سوف تكون غير قادرة على الاتصال ببعضها البعض. مثلا راوتر يعمل ببروتوكول التوجيه الريب، وراوتر آخر يعمل ببروتوكول التوجيه الـ OSPF، كلاهما سوف لن يتصل ببعضهما البعض، وذلك كون أن كل راوتر بيعمل ببروتوكول توجيه مختلف عن الآخر. كذلك لدينا بروتوكول التوجيه الـ ERGRP اللي بيعتمد على نظام الـ Autonomous System. فلو كان عندنا راوتر يعمل بـ Autonomous System مثلا رقم 1، وراوتر آخر يعمل بأدنى السيستم رقم 2، فعندها الراوترين ما راح يكونوا قادرين على الاتصال مع بعضهم البعض وتبادل عناوين الشبكات فيما بينهم. كذلك لو قمنا بتفعيل أكثر من بروتوكول توجيه على الراوتر، عندها سوف يختار الراوتر صاحب راح يختار بروتوكول التوجيه صاحب أقل قيمة administrative distance والتي تملك قيم تلقائية وثابتة. فمثلا لو كان لدينا static root و ERGRP root، فسوف يختار الراوتر على static root ولن يختار ال ERGRP root، يعني راح يختار المسار اللي جاي عن طريق الستاتيك وليس عن طريق ال ERGRP، كون الستاتيك root قيمة ال administrative distance بتساوي 1، بينما ال ERGRP root قيمة ال administrative distance فيه بتساوي 90. مثال آخر، لو كان مفعل على الراوتر الريب والOSPF، عندها سوف يقوم الراوتر باختيار مسارات الOSPF وليس مسارات الريب، كون قيمة الadministrative distance للOSPF أقل من الريب. الOSPF بيساوي 110 والريب 120. لدينا كل بروتوكول توجيه يعتمد على طريقة في عملية اختيار أفضل مسار من أصل مجموعة من المسارات، وذلك بناء على قاعدة المتريك المتبعة في كل بروتوكول توجيه. كذلك عندما يختار بروتوكول التوجيه أفضل مسار لشبكة معينة، فهو يرسل إليها الباكتس بكل أنواعها وطوال الوقت، ولا يتحول عن مسار عن هذا المسار إلى مسار آخر إلا في حالة انقطاع المسار الأساسي. ما تم ذكره وغيرها من الأمور التي تعد قواعد متبعة في عملية توجيه البيانات واختيار المسارات، قمنا بدراستها وفهمها والعمل بناء عليها لما درسنا وتعاملنا مع بروتوكولات التوجيه المختلفة. لكن ماذا لو أردنا تغيير طبيعة عمل بروتوكولات التوجيه وتغيير الخصائص التقليدية إلى النقيض؟ عندها سوف نستخدم التحكم بالمسار، الروت كنترول. من الأمثلة التي نحتاج فيها إلى التحكم بالمسار هي صراحة أمثلة كثيرة، بس خلينا نضرب يعني بعض الأمثلة عشان تبقى الصورة واضحة. مثلا لو أردنا أن يختار بروتوكول الريب المسار صاحب أعلى عدد راوترات كأفضل مسار بدلا من المسار صاحب أقل عدد راوترات، أو نجعل الـ OSPF يختار المسار صاحب أعلى كوست
بدلا من أقل قيمة كوست، أو نجعل الإي آي جربي يختار المسار صاحب أقل باندوث وأعلى ديلي بدلا من أعلى باندوث وأقل ديلي. مثلا لو أردنا أن تتمكن الراوترات المختلفة من ناحية بروتوكولات التوجيه من أن تتصل مع بعضها البعض وتتبادل فيما بينها عناوين الشبكات، كذلك لو أردنا الأتنومس سيستم نمبرز المختلفة اللي موجودة في بروتوكول التوجيه الـ IGRP أن تتصل مع بعضها البعض وتتبادل عناوين الشبكات فيما بينها. مثلا لو أردنا تغيير القيم التلقائية للـ Administrative Distance مما يجعل الراوتر مثلا يختار مسارات الـ IGRP بدلا من الـ Static، أو يختار مسارات الرب بدلا من الـ OSPF. مثلا لو أردنا تغيير نظام المتريك، مثلا لو أردنا الراوتر يختار مسار الروت لديستنيشن نتورك من النوع من مثلا لنوع معين من الباكتس أو في وقت معين، ويختار مسار آخر لنفس الديستنيشن نتورك مع نوع آخر من الباكتس أو في وقت مختلف. من مثال آخر، في شبكتك تمتلك خطين انترنت، خط أساسي وخط احتياطي. هنا هتحتاج تطبق آلية تضمن من خلالها أن يتم الانتقال تلقائيا عند انقطاع الخط الأساسي أن يتم التحول إلى الخط الاحتياطي، وعند رجوع الخط الأساسي يتم الانتقال التلقائي من الاحتياطي إلى الأساسي. سيناريو آخر، لو كان لدينا خطين انترنت، خط سريع وخط انترنت بطيء، والاثنين موجودين في شبكة واحدة، وفي هذه الشبكة يوجد مجموعة مستخدمين بيأدوا أعمالهم من خلال الإنترنت، وبالتالي بيحتاجوا الإنترنت في العمل بشكل كبير. أما البقية فاحتياجهم للإنترنت في داخل العمل خفيف. عندها نقوم بتحويل المستخدمين الذين يحتاجون الإنترنت في أعمالهم، يتم توجيههم إلى الخط السريع. أما المستخدمين الذين يحتاجون إلى الإنترنت بشكل بسيط في أعمالهم، عندها يتم تحويلهم إلى الخط البطيء. سيناريو آخر، لو كان لدينا أكثر من authentication server، أكثر من خادم تحقق، ولدينا مثلا المتصلين بالشبكة بينقسموا لدينا إلى قسمين، القسم الأول الموظفين والقسم الثاني الضيوف على الشبكة، وجميعهم بيملك authentication أو تحقق من الهوية، ونريد بالنسبة للموظفين أن يتم توجيههم إلى الأثنتوكيشن سيرفر الخاص بالموظفين، وبالنسبة للضيوف يتم توجيههم إلى الأثنتوكيشن سيرفر الخاص بالضيوف. هذه الأمثلة اللي تم ذكرها والسيناريوهات كمجموعة من الأمثلة، وطبعا يوجد أيضا سيناريوهات أخرى نحتاج فيها إلى التغيير من طبيعة عمل الراوتر، وكذلك التغيير من طبيعة عمل بروتوكولات التوجيه والتي قد نحتاج لتنفيذها في العمل وفي حالات وظروف الشبكة التي نعمل عليها. عندها راح نستخدم الروت كنترول، وعملية التحكم في المسار هي عبارة عن مجموعة من الأدوات نستخدمها، ممكن نستخدمها كلها في داخل الشبكة، أو نستخدم مثلا مجموعة منها حسب ما نحتاجه في داخل الشبكة. هذه الأدوات عندنا أداة الريدستريبيوشن، عندنا الشينج أدمينستريتيف ديستنس، عندنا الروت ماب، البي بي آر، عندنا الآي بي سلا، عندنا الفلترينج روتس، عندنا الديستريبيوت ليست، عندنا السيت متريك، وعندنا الأوفيس ليست كأدوات. هذه كلها تعتبر أدوات وإعدادات بيتم استخدامها في الراوتر لكي تعطينا عملية التحكم بالمسار والتغيير من الوظيفة يعني أو الاختيارات التلقائية التي يقوم بها الراوتر أو بروتوكولات التوجيه المفعلة على جهاز الراوتر. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.